أخبارنا كالعادة من عند نادينا الزمالك، وعقد ظهر اليوم باستاد القاهرة الدولي الاجتماع الأمن التنسيقي لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر ليوم الأحد اللي جاي إن شاء الله. وشهد الاجتماع حضور نيرة الأحمر وأحمد خالد حسنين ورامي نصوحي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك بجانب ممثلي اتحاد الكرة والجهات الأمنية وشركتي الإفريقية والمتحدة للخدمات الرياضية ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وتطرق الاجتماع لمناقشة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد فتح الاستاد أمام الجماهير لحضور اللقاء وتحديد بوابات دخول الجمهور إلى الاستاد من أجل خروج المباراة بالشكل الأمثل من الناحية التنظيمية. طيب تعالوا نروح لأخبار الفريق الأول، وواصل فريقنا تدريباته النهاردة تحت قيادة البرتغالي جوميز، واللي خلاص بيحط اللمسات الأخيرة على تشكيل وخطة المباراة. واضح طبعا أنه هو مركز بشكل كبير جدا وكمان مركز مع اللاعبين بشكل كبير جدا. وفريقنا استأنف تدريباته امبارح زي ما حضراتكم عارفين، والنهاردة على هامش المران الجهاز الفني كان حريص أنه يجتمع باللاعبين وتكلموا طبعا عن أهمية هذه المباراة وأهمية استغلال وجود الجماهير، لأنه أكد على نقطة في غاية الأهمية وهي عدم التسرع، لأن كل اللي الزمالك محتاجه أصلا هو هدف، والأهم طبعا أن أنت تخرج من المباراة دي بشباك نظيفة. علشان كده المدير الفني اجتمع مع حسام عبد المجيد والمسلوسي واتكلم عن أهمية التركيز وتجنب الأخطاء. أدى مصطفى شلبي لاعب فريقنا فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي، وده وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع للاعب لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن في ظل الإصابة اللي بيعاني منها بشد في العضلة الضمة. وخاض شلبي بعض التدريبات التأهيلية داخل الملعب لتجهيزه للمشاركة. طيب انا كنت قلت لحضراتكم ان امبارح ان في محاولات مكثفه من الجهاز الطبي بقياده الدكتور محمد اسامه بتجهيز كل المصابين في الفتره المقبله، بس مش عارفه مصطفى شلبي ممكن يلحق الماتش ولا لا، ولكن هو واحد من اللعيبه المهمين جدا. ومصطفى شلبي ملهوش بدايل الكتير او مش بنفس وظايفه الفنيه، عندك بدايل ليه بس مش بنفس وظايف مصطفى شلبي الفنيه. فعشان كده ان شاء الله اتمنى ان مصطفى شلبي يلحق المباراه. خلونا نرجع تاني نكمل باقي اخبارنا، وكان اخر خبر معانا يخص مصطفى شلبي. احنا لسه مع اخبار المصابين، وواصل كابتن فريقنا النجم شيكابالا البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع ليه على هامش المران، وخاض شيكا مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية داخل صالة الجيم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة في ظل الإصابة اللي بيعاني منها في العضلة الأمامية. وفي نفس الإطار أدى محمود حمدي الونش تدريبات تأهيلية خاصة داخل صالة الجيم ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع ليه لتجهيزه للفترة المقبلة بأفضل شكل ممكن بعد خضوعه من قبل لجراحة للرباط الصليبي. طبعا عايزين نقول سلامات يا ونش، وإن شاء الله يا رب ترجع بألف سلامة ونشوفك مع الفريق بترفع الكاس لبطولة كاس الكونفدرالية يوم الحد اللي جاي إن شاء الله. لسه مع اخبار الفريق الاول ووضع الجهاز الفني للفريق الاول بقياده مستر جوميز، برنامج تدريبي خاص لعبد الله السعيد وناصر ماهر ثنائي فريقنا، وادى الثنائي تدريبات تاهيليه خاصه داخل صاله الجيم دون المشاركه في المران الجماعي بناء على قرار الجهاز الفني بقياده البرتغالي جوميز. القرار ده عشان يتم تجهيز الثنائي بالشكل الامثل في ظل غيابهم عن الفريق في المواجهه المقبله امام نهضه بركان نظرا لعدم قيدهم في القائمة الإفريقية. طبعا الزمالك بعد النهائي هيكون محتاج كل لعيبة لأنه مرتبط بالجدول مضغوط جدا، وعشان كده هو بيواصل برضو أنه يضع برنامج تدريبي لعبد الله السعيد وكمان
ناصر ماهر. في الحقيقة كنت أتمنى جدا إن هم يكونوا موجودين معانا في الكونفدرالية، كان وجودهم بجد هيفرق بشكل كبير. الكونفدرالية يعني حلم كل جماهير نادي الزمالك.